إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم، تبارك الله عليكم، مبروك عواشركم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منكم ومنا صالح الأعمال وبالمغفرة إن شاء الله الرحمن الرحيم والقبول إن شاء الله. اليوم الحلقة الأولى من البرنامج اللي أعطينا اسم ديال حديث في علم الطيور. أكيد العنوان ما جاش صدفة أو جاء هكا اعتبارا، وإنما جاء بناء على واحد المجموعة ديال الأشياء. هذه المسألة هذه غادي نوضحوها إن شاء الله الرحمن الرحيم خلال مناقشة مع الضيف ديالنا اللي هو سي مراد. بداية كما قلت بأن هذا البرنامج هو برنامج جديد، صراحة كان عليه الشغال لدي مدة زمنية طويلة، بأننا ندير واحد برنامج خاص بالمجال ديال التربية ديال الطيور، ويستضيف كل الفاعلين في هذا الباب هذا من المغرب ومن خارج المغرب، ولكن الأسبقية من طبيعة الحال المغرب، لأنه الهدف منه كذلك هو أننا إبراز الناس الكفاءات اللي عندنا في المغرب، وكذلك اننا نسوقوا واحد الصوره اللي ربما ما تعرفوش بزاف ديال الناس اللي خارجين هذا الميدان، على ان هذا المجال هذا كما تنذكروا احنا كاملين، وكما ذكر السي مراد انه كل جمعيه او كل جامعه الا وتلقى في الاسم ديالها علم الطيور الاورنيتولوجي. اذا كيف نجد نحن انفسنا داخل هذه المنظومه او هذه المساله ديال علم الطيور؟ وبالتالي خلينا العنوان ديالنا هو حديث في علم الطيور، وهنا النقاش ديالنا غالبا حسب الضيف غادي يكون فيه واحد الصبغه علميه، يعني طبيعي الحال كاينه التجربه، ولكن دائما الرجوع الى العلم. وملي كنقولوا العلم تنقولوا استعمال العقل، فاستعمال العقل يعني كنهضروا على العلم والبحث، وهذا هو علاش بغينا نديروا حنا واحد الصيغه تكون جديده في هذا الباب هذا، ونديروا واحد المنهجيه جديده اللي ناسسوا لها من خلال هذا البرنامج هذا، يعني نعطيو واحد الصوره ونبينوا بانه فعلا نحن نمارس واحد الشق من مجال ديال علم الطيور. اذا باش ما نطولش عليكم بزاف، غادي اولا نرحب بالضيف ديالنا الكريم اللي معروف في الساحه ديال المغرب وخارج المغرب، سي مراد المعريف اللي هو صديق واخ منذ زمان، ما نهضرش عليه دابا بلاتي شويه عاد نجبد ليه دوك الاسرار ديالي معاه، دابا غادي نخليه يقدم راسو. تفضل سي مراد، مرحبا. شكرا خويا مصطفى، تحياتي واحتراماتي لجميع الاخوان اللي كيتابعونا الان على البث المباشر، وحتى الاخوان اللي ما غاديش تتاح لهم الفرصه انهم يكونوا معنا في المباشر وغيشوفوا هاد الحلقه ولا هاد البث يعني من بعد. فشكرا اولا لمصطفى والنادي الاونطولوجي القنيطري على هذه الاستضافه اللي كنعتبرها واحد الشرف، ربما كتعطوني اكثر من القدر ديالي اخويا مصطفى، فانا كنبقى مولوع عادي بطائر في تغريد طائر الحسون. عندي واحد شويه ديال الهاجيس ديال البحث، ولكن كنبقاو كلنا على نفس يعني على نفس الدرجه من المبلغ ديالنا من العلم في هذا الميدان هذا. بزاف ديال الاخوان عندهم واحد الباجاج، واحد الرصيد بين قوسين كنسميو حنا رصيد ولاعي، اللي هو مهم وغني جدا، ولكن يجب استثماره في هذه المرحله الظرفيه. وجبتي كلمه الاورنيتولوجيا اللي هي كلمه كبيره وحسينا بها في هذه الايام الاخيره ولا في السنين الاخيره، وخاصه نحن اصحاب هوايه تغريد طائر الحسو، فحسينا بالثقل ديال هذه الكلمه ديال الاورنيتولوجيا، وبدينا كنتسائلوا شنو العلاقه ديال مولوع بطائر الحسون في التغريد اللي كيروي وكيحفظ وكيجيب القرع وكيحفظ، ما موضعه من هذه الكلمه اللي تسمى الاورنيتولوجيا. اورنيتو يعني هي الطيور، ولوجي هي دراسه الطيور، علم الطيور. فهل السؤال الجوهري الكبير اللي دائما كنطرحه على نفسي،
إخوانا يكونوا شاركوني هذه المسألة، هل فعلا نحن ندرس علم الطيور في الشق ديالو ديال التغريد ديال الطائر؟ هذا هو السؤال الكبير، ومنه غنحاولوا أننا نشوفوا الموضع ديالنا كهو الطائر الحسون، هو ديال التغريد ديال الطائر الحسون في الأورنيتولوجيا. دونك هذا هو التوجه اللي ربما غادي نمشيو فيه في هذه السلسلة هذه، ولا هذه الحلقة، ولا هذا البرنامج. وشكرا مرة أخرى سي مصطفى، ومرحبا بجميع الإخوة. نعم، شكرا لك أخ مراد على هذا التقديم. باش يعني إضافة الكلام اللي ذكرتي سي مراد، هو ذكرتي أنك ذكرتي أنه الحديث عن التغريد ديال طائر الحسون، لأنه هو الذي يعني التخصص ديالك والأمر اللي تعنيك وتعني واحد المجموعة ديال المربين ولا ديال الهواة ولا ديال الموالي اللي تابعينك. ولكن أنا تنقول بأنه راه ما ينطبق على التغريد ينطبق على كل هذه المجالات ديال التربيه ديال الطيور في المغرب، اللي فعلا اصبحت تطرح هذا التساؤل على نفسها، هو ممارسه ديال علم الطيور من اي جانب، يعني كيفاش حنا تنمارسوا هذا العلم. غادي نبدا معك من خلال واحد المجموعه ديال التدخلات ديالك والتفاعلات ديالك عبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللي ثارت واحد المجموعه ديال يعني التساؤلات وواحد المجموعه ديال الحركه من خلال واحد مجموعه الفيديوهات اللي كنت قدمتي، و اللي غتعتبر هي واحد الارشيف مهم بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا على التغريد ديال طائر الحسون بالخصوص. لاحظت بانه من خلال الفيديوهات ديالك كما لو انك تتوثق المسيره ديالك، تتوثق المنهجيه ديالك، وهذا امر يعني قل ما نجده، ولا نقدر نقول ما كاينش. يعني ماشي انا ما كنهضرش عليك انت يعني كشخص، وانما كنهضر على المنهجيه، يعني باش الانسان يجي ويعطيك التجربه ديالو من خلال المنهجيه. هنا تختلف، ماشي تيجي مثلا واحد تيقول لك انا غندير هذه كندير لها هكذا وكدير لي هكذا وكتعطيني هكذا وخصك دير الطائر، مش نهضر في التفاصيل على حسب التغريد باش ما ندخلوش في التفاصيل السطحيه، وانما تحدث مراد المعارف على منهجيه ديال الاشتغال. وهنا نقطه مهمه جدا بالنسبه للاشتغال في هذا الباب، هو ان الانسان يعطيك منهجيه ديال الاشتغال، وهذا هو الفرق ما بين ان كما قال هذاك لا تعطيني السمكه ولكن علمني كيف اصطاد السمكه. ربما هذا تيمشي في هذا الاتجاه. غادي ناخذ من الكلام ديالك واحد الجمله كنت سمعتها من عندك، وهي تنطبق لذلك انا باش غادي حيت هذا الحديث في علم الطيور ما بغيتوش يعني نبقاو دائما باش يكون عندنا واحد النوع ديال المقاربه او واحد النوع ديال التطابق ما بين يعني منهجيه هي قد يشتغلوا عليها مربي الحسون، مربي المالينوا، مربي ديال الهارت، مربي ديال الكولور، منهجيه واحده ممكن يشتغلوا عليها كامل. التساؤل اللي طرحتي هو قلتي واحد العدد كثير ديال الطيور، نعم واحد العدد كثير ديال الطيور كتدخل، ولكن المخرجات الى قارنا المدخلات بالمخرجات غادي نلقاو راسنا ما كايناش نسبه وقيلا كتله مهمله الى قارنا المدخلات بالمخرجات. وهنا غادي نعطيك باش نعطيك الكلمه في هذا الباب، لانه منه غادي نطابقوا ان شاء الله في الحديث ديالنا نفس العمليه. طرحت انا نفس السؤال رغم انني ما عمري سمعت هذا السؤال ديالك، قلته قبل ما نسمعه، وهو اني طرحته على الكيانات او الجامعات. قلت بان لو هذا ماشي لوم الجامعه، لا باش ما تفهمش غلط بين معقوفتين، وانما قلت بان الجامعه كتكوموندي مثلا لو مينيموم كتكوموندي واحد 32000 باك. طرحت واحد التساؤل، فين تتمشي 32000 باك؟ يعني ملي كنجيو للمباراه تلقاو 200 طائر، هذا كنهضروا الكناري اللي كيدار لي فيه الفاش او كنلقاو، اذا فين مشات 32000؟ يعني بزاف، يعني مقارنه هنا كتله مهمه، ما بقاش المقارنه، ما يمكنش نقول انا قارنت. اذا هذا يدل على اننا لازلنا مازال المنهجيه ديالنا فيها اشكال. وتفضل السي مراد لك الكلمه. وهذا جبتي واحد هذا المفهوم ولا هذه الجمله ولا هذا السؤال، هذا استفسار اللي ربما كنت بديت به الحلقات اللي كنت درت فما دي واحد في ايامات كورونا، حيت ايامات كورونا هي فين ديماريت هذيك السلسله اللي كنتحدث فيها على
هذه الرؤيه، مش هنقول رؤيه جديده، ولكن يعني مقاربه جديده للولاعه ديالنا ديال الطائر الحسون. انا اسمح لي اسلم دائما على الهوايه ديال الطائر الحسون، لان هي اختصاص ديالي. ما يمكنش لي نتكلم على الناس ديال المالينوا ولا ديال طيور اخرى، اولا لانني ما نسبيا ما كنعرفش فيها، ثانيا وهنا ملاحظه مهمه، فهوايه تغريد الحسون واحد الهوايه اللي هي سبيسيال كيف ما نقول، عندها ضوابط خاصه بها، واخا يكون واحد المنهجيه اللي هي ستوندار ممكن تطبقوها على الطيور كامله، ولكن طائر الحسون عنده منهجيه خاصه. اولا لانه لا يشترك مع الطيور الاخرى بحال الكناري وبحال البيروش، هذا طائر كما نقولوا احنا خلوي، كيجي من الخلا، بري كيجي من الخلا كيجي لا كابتيفيتي، كيجي للاسر، اذا عنده واحد المنهجيه بوحده خاصه به. السؤال المطروح السؤال الكبير اللي خاص يطرحه اي واحد عنده غيره على هذه الهوايه، وعنده يعني كيتبع المراحل ديال الهوايه من النهار دخلها الى يومنا هذا، فكيف يعقل اننا مثلا كنمشيو للسوق ديال الطيور في لابيريود اللي كيكونوا فيهم الطيور ديال الحسون في السوق، الناس كتشري الطيور، كيشريو صغار الحسون بالمئات، الى ما قلتش بالالوفات. نقدر مثلا ندخل واحد ندخلوا حنا كاملين المجموع هو طائر الحسون في المغرب، نقدروا نكونوا كندخلوا اكثر من 10,000 طائر حسون. الى انا 10,000 وراه مكيس شويه، ربما العدد يفوق ذلك، وهذو اعداد اللي هي خصنا نتعاملوا معها بحذر، لان حنا دابا كنهضروا بيناتنا في المجتمع اللي هو الطائر الحسون، ولكن ملي كنخرجوا بواحد العدد فهو يلزمنا، وبالتالي خصنا نعرفوا اش كنقول. مثلا خديت انا كمثال 10,000 طائر دخلت تحفظ، وفي اخر السنه ماذا نجد؟ ميم با 1% من 10,000 هي 1000، ما كنلقاوش 1000 طائر حسون ممتاز يغرد في منازل المغاربه كاملين. كاينات كنقولوا ممتاز، يعني اللي وافق الضوابط اللي عطاه لي الملوك انه مؤهل هذاك الطائر انه يكون يشارك في المباريات، يكون طائر من النوع الممتاز. اذا لو كوتا فيه مشكل، اذا هناك تساؤل، هناك ناقص خطر غيتضرب، وهو السؤال لماذا؟ هل هناك خلل المنهجيه ديال التعامل ديالنا مع الطائر؟ هل التصور ديالنا الطائر الممتاز ولا اللي غيكون مؤهل للتغريد هل هو صحيح او مغلوط؟ هذه التساؤلات هي اللي جعلتني، ماشي غير انا ولكن واحد المجموعه من الاصدقاء، غادي 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 ضروري غادي نشير لهم في هذه السلسله ولا في هذه الحلقه، اننا نقوم بعض يعني بابحاث باش نشوف واش المنهجيه اللي كنخدموا حنا في الروايه بين قوسين كلمه الروايه، واش هي صحيحه ام غير صحيحه؟ هل هي كتجعل الطائر الحسون هو المحور ديال الهوايه، ولا دايرين حنايا المولوع هو المحور ديال الهوايه؟ لان يعني ملي كنشوفوا كاين واحد نوع من الانانيه في التعامل مع هذه الهوايه، فدائما الهاوي ولا المولوع دائما هو الذي يلعب دور البطل، فهو الذي يشكل الشريط اللي كيركب شريط التغريد، وهو الذي يلزم الطائر بالشريط وكيطلب من هذاك الطائر انه يؤدي لي هذاك الشريط. اذا الطائر ككائن حي، هنا غنقيسوا شويه الاورنيتولوجيا، هل ده الطائر الحي اللي دخلناه وكيحفظ واش ما عندوش هو وجود في هذه المنظومه وهذه المنهجيه؟ ما يمكنش. واش لو فات اننا ما نعطوش اعتبار ولا اهتمام لهذاك الطائر ككائن حي داخل كيحفظ لينا، الا ما عطيناش الاهتمام، واش هذا هو السبب في عدم النجاح ديال الهوايه ولا ديال الروايه في المغرب؟ وهذه السلاره كتنطبق على جميع البلدان اللي عندهم نفس هذا الهوايه، حتى في الجزائر عندي حديث مع اصدقاء ديالي في الجزائر اللي كيقوموا بهوايه التلقين، فهم عندهم نفس المشكل. ومن ثم السي مصطفى بدينا كنبحثوا في ما هي المنهجيه العلميه
اللي خاصنا احنا كموالع ديال التلقين اننا نخدموا عليها بالمقارنه مع ما يقع في الطبيعه. هنا فين كتجرنا كيجرنا البحث اننا نشوفوا يعني لي تراس ولا الاثار العلميه ديال الناس اللي بحثوا في علم التغريد. هنا دابا الان دخلنا مباشره في علم في الاورنيثولوجي، اللي كنقولوا علم التغريد فهو فيه بزاف ديال لي برون. البحث انك كتضطر انك اول حاجه انك تكون عندك المام بلا فيزيونومي ديال الطائر، الطائر الحصون باش مكون هو شنو الجهاز التنفسي ديالو مهم في التغريد. حنا كنعرفوا بان ذاك الطائر الحصون يعتمد على واحد العضله اللي هي لو سيرانكس، واحد العضله هي اللي مهمه في التغريد، وهذيك العضله عندها علاقه مباشره مع الرئتين ديالو. كاين واحد لو جو، واحد اللعب ديال الهواء اللي كيمشي ويجي هو اللي كيعطي الاصوات. بالتالي عند الطائر مولوع بطائر الحصون لابد يكون عنده المام بهذا لاباري ولا هذا الجهاز التنفسي ديال الطائر الحصون. احنا دخلنا شويه في الاورنيثولوجيا. مساله اخرى اللي مهمه جدا هو انه هذا البحث كيجعلك انك تدرس حتى السيستيم نيرفو، الجهاز العصبي ديال العقل ديال الطائر الحصون. لان الصوت كيدخل للطائر الحصون عبر دي سينيو كيما عبر اشارات صوتيه اللي كتصوتها كتخزن في الذاكره ديالك. اذا هذا كيجعلك انك تبحث في السيرفو ديال الطائر الحصون، وكتمشي كتلقى ابحاث في الاناتومي هذيك معروفه، وكتلقى ابحاث حتى في لاكوستيك. لاكوستيك هو علم الصوتيات اللي عنده علاقه مع الطيور، كيفاش طائر كيستقبل واحد الاغروده. انا كنهضروا على الطائر اللي كيكون باقي صغير، باقي صغير كيستقبل واحد الاغروده. واش انا كمولوع ملي كنعطيه مثلا واحد الاغروده كاسكابيل مثلا، واللي كنقولوا لها الجلجل، انا عطيه كاسكابيل بواحد لانتونسيتي، واحد لو ريتم، واحد الحده في الصوت، واحد الفوليوم ديال الصوت، وعطيها ليه هو. واش هو كيستقبلها بنفس الطريقه اللي عطيها لي انا؟ هذا سؤال. اذا هذا جعلنا ندخلوا اننا ندرسوا حتى علم الصوتيات. اذا اللي جميل جدا انه هوايه الطائر الحصون ولا تغريد الطائر الحصون عندها علاقه يعني علم قائم بذاته، علم اللي يمكن لنا نشوف فيه بعيد، خاصه واننا كلنا ربما الاغلبيه فينا ينضم الى جمعيات اللي تسمى بجمعيات اورنيثولوجيه. الظرفيه الحاليه اخويا مصطفى والاخوان، الظرفيه الحاليه والقضيه، بغيت الاخوان يسمعوني يفهموني مزيان، حنا المجتمع ديال هواة طائر الحصون كيشوفونا الناس اللي غريب على هذا الميدان على اننا هما هذوك اللي كنمشيو مثلا للسوق قريعه كنشريو فرخ بقفيز كنديرو الزوان وكنجيو لدارنا وكنحفظو وكنمشيو الكونكور. يعني كيفاش غادي يقولوا هادو كيديروا الاورنيثولوجيا؟ امبوسيبل. لان خاصنا نفتحوا هاد البحوثات. والجميل جدا اخويا مصطفى انه انا صراحه تفاجات بزاف سيرتو دي جون، دي شباب دي جون اللي كيفاجئوني كل مره عبر الفيسبوك ولا عبر محادثات يعني خاصه بابحاث ديالو. لدرجه ان غير مؤخرا واحد صديق يعني اللي غبر عليا واحد المده، وكنت عارفه وانا غبر عليا لانه بحال قلت نشبناه نشب بهذه المساله ديال البحث، وصلت لي واحد الصوره واحد لاكابتور انه قام بدراسات كيكتب انسان يدون ويرسم الجهاز التنفسي والجهاز العصبي ديال الطير في ورقه بالستيلو ديالو، وكيقول هذه كنت هذه. يعني الناس خدامه في الخفاء، وهذا هو اللي جميل جدا، انه اشارات كتعطى وكتلقى بان في الخفاء ما وراء الستار ان هناك شباب كيبحثوا في هذا الميدان، وهذو هما اللي كنسميهم الناس اللي يزاولون الاورنيثولوجي. اللي احنا بحاجه الى هذا البروفيل ديال الموالع في الظرفيه هذه. هذا يعني جيد. كمدخل اخويا واخا مصطفى على شكرا غير بين، الموضوع. نعم شكرا سي مراد، غير باش نأطروا النقاش ديالنا الاخوان باش ما يتخلعوش منا، يقولوا هذا راه يهضروا لنا في العلوم وداك الشيء اكاديمي وغادي يدخلوا، لا راه غادي نهضروا في الولاعه بين معقوفتين، غير حنا غادي نقراوها بواحد الزاويه اللي تخلي كل واحد انه يعيد النظر في القراءه ديالو في هذا المجال هذا.
شكرا سي مراد على الكلام اللي قلتي، وانا عندي لك واحد الاضافات. المساله ديال طرح سؤال ديال علم الكلام، انا صراحه كنت سابقا انا كنت اتحدث معك في الباب هذا، هو انني انا في موضعين تطرح علي هذا السؤال. السؤال مره طرح من خارج الناس اللي كيربيو بيوم، يعني جمعيات ابار هذا الشيء هذا، كنكونوا بعض مره كنشتغلوا معاهم، خصوصا حنا كنوجدوا دائما ذاك المهرجان وكنشتغلوا واحد العدد كبير ديال الناس اللي خارج من الاطار ديال هذا الشيء ديال الطيور. فكاين البعض اللي كيطرح لك سؤال تيقول لك علم، تتقول لي لورنيتولوجي، كيقول لك شنو هي اورنيتولوجي، كاين اللي ما كيفهمهاش الغريب كتقول له هي علم الطيور، تيبي شوف تيقول لك زعما دابا انتوما تديروا علم الطيور. يعني تجي غريبه ان علم الطيور تيكون بحال كلمه كبيره عليكم بزاف. اذا هناك خاصك تشرح لذاك السيد بانك فعلا تتمارس واحد الشق من او واحد الجانب من الجوانب اللي كتخص مجال ديال علم الطيور. اذا هناك تدير واحد المجهود، هذا تدل على ان الصوره ديالنا كما ذكرتي السي مراد عند الاخر اننا واحد الناس علاقه بفريق كدير كتحطوك كدير ليه ديك الماكله ديالو اللي كيحفظ، راه كيبقى سد عليه واحد المده فريقية، وكيعطي ما الكلام وراه كنتسمو فريقية، كنتسمو فريقية اخويا مصطفى. فريقيه. لا بالنسبة حتى الحقبة الموقف الفرنسية، الثاني، وهذا موقف الانسان اللي كي وهذا موقف مهم جدا، الموقف الثاني وهذا موقف مهم جدا صراحة انا يعني استطعت انني نجاوب فيه. علاش؟ لانه لما كيتحدث معك واحد تيفهم كتسهل عليك العمليه. في اطار الترويج للمهرجان في الدوره الاولى كان عندنا اول لقاء مع دكاتره في علم الطيور، دكاتره باحثين في مجال علم الطيور، يعني تقريبا واحد جوج ولا ثلاثه، يعني هما اللي متكلفين بهذا الشيء ديال الطيور في المغرب. كان عندنا واحد اللقاء معهم في واحد المعهد العلمي، وصراحه كان واحد اللقاء ماتع جدا وعجبهم هذاك الشيء ديالنا بزاف. هنا جينا للسؤال، ممارسه علم الطيور. اذا هنا طرحت انا واحد المقاربه بها باش قدرت انني نتفاهم مع هذوك الناس اللي كانوا جالسين. فقلت الا كنتو نتوما تترصدوا الطيور في الطبيعه، كتمشيو تشاهدوهم تتبعوهم كتشوفوا فين تيمشي ومنين تيجيو، فحنايا راه كنوفروا ليه هذيك الطبيعه باش يعيشها عندنا حنا. اذا حنا راه كنوفروا ليه، كتحاول كما ذكرت يا سي مراد، فحنا كتحاول تجيب الحسون وتحاول دير ليه يعني تحاكي الطبيعه باش تقدر توصل ديك النتيجه اللي بغيتي. كتحاول تحاكي الطبيعه من خلال الاليمونطاسيون ديالو، كتشوف احسن ماكله اللي يقدر يتعايش معها وحسب الفترات، كتحاول تحاكي الطبيعه من حيث الاضاءه، كتحاول تحاكي الطبيعه من حيث كما ذكرتي دابا غنهضروا على التغريب مثلا، يعني لقاو بزاف الحوايج تحاول دائما ترجع للاصل ديالو، كيفاش كيتصنت، كيفاش كيسمع، كيفاش كيحفظ. اذا كنبدلو كنديروا واحد المجموعه ديال الاشياء، زائد اننا كنتعرفوا على المسائل اللي هي امراض الوراثه اشياء كثيره. هنا يعني المتلقي قال واحد الكلمه، قال لي فعلا إذا جينا نشوفوا الكلام اللي تديروه انتوما، فانتوما تتمارسوا واحد الجانب من الجوانب ديال علم الطيور، وبالتالي فاحنا يحق لنا اننا نتبناو هذا الاسم هذا. لان علاش؟ عندنا تجربه مباشره مع الطائر، كنحتكوا معاه بزاف وكنتعاملوا معاه بزاف، لدرجه اننا كنحاولوا نحاكيو ليه الظروف ديالو، كنحاولوا نخلقوا ليه ديك الظروف باش يعيش فيها. فهاد الباب السي مراد، وغادي من هنا باش ندخلوا للعمليه ديال التلقين وكيفاش الانسان يخدم وهذا، ولكن دائما في اطار اننا كنهضروا على المنهجيه العلميه. فانا لاحظت بانك تحدثتي على المراحل او قسمتي التغريد او الحفظ الى مراحل، عطيتيها واحد اظن انك عطيتيها اربعه المراحل، وكل مرحله عطيتيها الخصوصيه ديالها وشنو هما الحوايج اللي خص يكون عند المربي باش يقدر يدوس من مرحله لمرحله بطريقه جيده دون انه يوقع عليه شي مشكل. غير بين قوسين اسمح لي واحد التعقيب على الكلام اللي قلتي قبيله، واحد الاضافه ذكرتي قبيله واحد الكلمه مهمه جدا، وهي مساله ديال لي زوند، الموجات الصوتيه. هذه علميا، هذا شيء علمي. الطيور، وهذا ربما واحد التساؤل تطرح، علاش نقولوا حنا علاش الطير الحي المنقار تحفظ به الطائر بطريقه خفيفه ومزيانه او تستجيب ليها،
صحيح مقارنة مع السي دي أو الكاسيت؟ هذا سؤال. غناشدو الكاسيت وغنحطوه تماما بحال الطائر، نيشان نجيبو نفس ربما نشدو طائر كيتكلم النهار كامل كاع ونعطيه واحد الطائر، ولكن ما يتجاوبش معاه كما إلا تجاوب مع طائر مباشرة. هنا كنهضرو على الموجات الصوتية، وهنا كاين واحد الدراسة أمريكية اللي كدار وغتلاحظوها، أن كاين دي زورنيتولوج اللي كيمشيو للطبيعة وكيبغيو يجذبوا بعض الطيور، كيحاولوا يشدوا الاصوات ديال ديك الطيور، وهذا الشيء راه كاين حتى في المغرب، راه كاين في المغرب واحد الناس كيديروا هذه الخدمه هذه، هذا راه تلاقيت مع شي ناس كيديروا هذه الخدمه هذه، وانهم كيشد ديك الصوت ديال الطائر وملي كيسجلوا كيحطوا تيلعب على ديك التردد اللي يجي نفس التردد اللي كيخرج من المنقار ديالو، يخرج نفس التردد يخرج بالكاسيت، وهذا دليل على ان الطيور اللي كتغرد كتصنت راه ماشي فقط خصها تسمع الصوت، وانما خصها ديشيفري واحد الموجه صوتيه اللي خصها تضرب ليها باش تقدر ديتيكتا عندها في الدماغ ديالها. اذا غنرجعوا للمراحل اللي ذكرتيها السي مراد، ممكن تفضل الكلمه لك السي مراد، اسمح لي. اشكرك اخويا مصطفى، انا هضرتي المساله ديال الصوت، فهي محوريه في هوايه التغريد. المراحل بعجاله، لان حتى اللي بغى اخواني اللي بغاو بالتفصيل، يعني بالتفصيل الممل ديال هذه المراحل، فيمكن لهم يرجعوا للحلقات اللي كنا درنا في السنه الماضيه. أكيد. فهناك في التلقين، هاد المنهجية ولا هاد المراحل، فهي عامة على جميع الطيور المغردة، كترتكز سي مصطفى والإخوان، كترتكز على واحد البحث علمي اللي دار على طيور مغردة. فهي أنا كنلخصها في أربعة ديال المراحل. المرحلة الأولى اللي كيدوز منها الطائر الحصان في الحفظ هي مرحلة التخزين. مرحلة التخزين هي لا ميموريزاسيون. المرحلة الثانية هي مرحلة التقليد، أو ما يسمى بالفرنسية مرحلة البابياج أو التبجغيط كما نقولوا حنا في الولاع. وكاين هناك التبجغيط الأول والتبجغيط الثاني، فهما جوج ديال المراحل لي من خلال التجربة ديالنا حنا كموالع ديال الحصون، ممكن أننا نغنيو بها الأبحاث العلمية، لأن واحد المسألة اللي مهمة واكتشفتها مؤخرا، أن الأبحاث في علم التغريد من طرف علماء اجانب فرنسيين ولا انجليزيين ولا امريكان، لان هذوما كاين ثلاثه الابحاث اللي هي معتبره، واحد ليتوديا فرنسيه، واحده امريكيه، واحده انجليزيه، وطلعت عليهم يعني بتمعن كبير. احنا في المغرب وعماليه، ولكن عندنا بعض الاشارات وبعض التجارب اللي ممكن ان تغني هذيك الابحاث. وهنا هنا 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 كاين واحد، هنا خص الخدمه السيمستر. هنا مثلا غنخرج شويه على الموضوع وغنرجع عليه بالخف، انه علاش هنا اللي مزيان هاد الحوارات وهاد التوثيق، علاش اللي ما تكونش واحد العلاقه ديال هاد المجتمع ديال هواة الطائر الحصون في المغرب من خلال التجربه ديالهم، تكون عندهم واحد العلاقه مع هاد الناس اللي كيديروا ابحاث. انا شفت بانه في الانترنت كاين مواقع كيدخلوا لها الناس كما نقولوا مواقع مفتوحه في ابحاث، وكتدخل انت كتسجل كمولوع كهاوي في بلد مع الى بلد، وتدلي بتجربتك وكتبوستيها وكتخاذ بالاعتبار، والناس كيبحثوا فيها. اذا علاش حنا ما دخلناش في هاد المساله؟ وهي في المتناول، حنا محتاجين الموالي اللي يدونوا التجارب ديالهم ويطعموا بها الناس اللي كيبحثوا في العلم. ما عليناش. المرحله الثانيه قلنا هي مرحله التقليد، كنقولوا احنا التبجغيط، التبجغيط الاول والتبجغيط الثاني. كاينه واحد المرحله الثالثه هي مرحله تثبيت التغريد، طائر كيثبت هذاك التغريد. والمرحله الرابعه والاخيره هي مرحله كما نقولوا بلوره التغريد، لا كريستاليزا. هادو بعض المراحل حاولت ادابتهم للولاعه ديالنا، فهم عندهم ضوابط اخرى عن طيور اخرى، ولكن بالنسبه للهوايه ديال الطائر الحصون فهادو هما اربعه ديال المراحل المهمه اللي كيدوز منهم، وما كاينش شي طائر حصون ما كيدوش من هاد المرحله. المشكل اللي عندنا هو انه المولوع مثلا المغربي ولا المولوع اللي بالتغريد عنده وعي بانه المراحل،
ولكن لا يعطي الاهتمام المرحلة بمرحلة. هناك بعض الممارسات اللي كيديروها الإخوان مثلا مع مرحلة التخزين لا ميموريزاسيون، اللي علميا ثابت أنه المقنين خاصه غير شهرين، يسيفي ديال شهرين باش يميموريزي كاع الكلام اللي عطيتيه في التركيب. مثلا عطيتيه شريط في مثلا 30 دقيقة، فهذيك 30 دقيقة وكل ما تحمله من تغاري، من جميع التغاري سواء كانت منفردة ولا مركبة ولا تعادد ولا أي حاجة، فهو خصو غير شهرين باش يطبعها في الذاكرة ديالو. كيف تطبع السمستافا الإخوان؟ هو باقي صغير، الطائر باقي ما عندوش المقدورة باش يؤدي ذاك الكلام. وهنا غادي هنا اللي جرنا أننا نبحثوا طريقة كيفاش، لأن ملي كيجي واحد داير بحث علمي كيقول لك راه في شهرين راه ديك 30 دقيقة ديال التغاريد راه حفظها الطير. أنا كمولوع عادي في المغرب كندير المقنع، كنقول هذا اش كيقول هذا، هذا راه الطائرة باقي ما حفظش، راه باقي شهرين. لا، كتجرنا أننا نبحثوا علاش قالها، علاش قالها؟ لأنه درس السيستم نيرفو ديالو. الطائر ملي كتضرب لي مثلا واحد مثلا ناخذ اغروده بلي 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 بلي، سمعها هو عنده قل من شهرين، هذيك بلي بلي مشات لواحد الموضع خاص في الدماغ ديالو وتحطات. وهنا غنرجع للكلام ديال كاستي مصطفى، كتحط مشفره كودي، كتكودا راه كاينه، وكتحط بهذيك الحده ديالها وبديك لانتونسيتي ديالها وبهذاك الصوت ديالها، هو باقي ما عندوش المقدوره باش يأدي. وغادي يوصل حتى للمرحله مثلا ديال التبجغيط، غادي حنا غنمشيو مع هذا البليبي في اربع المراحل، طبعات في شهرين. المرحله الثانيه ديال التبجغيط يبدا يحاول يقلد هذيك، يشفر هذيك البليبلي اللي مطبوعه في الدماغ ديالو، لان كل حاجه طبعات في الدماغ ديال المقنين خاصها تخرج على المنقار. الا ما خرجتش على المنقار راه باقا كاينه، ولكن غير كيدوزها على المنقار وكيبجغطها وكيراجعها، لان كيقول لك واحد الجمله في واحد البحث كيقول لوازو سونطون لوي ميم في هذه المرحله، ان الطائر كيسمع راسه براسه في هذيك المرحله ديال التجريب. فهو هادشي ديال الكون ديال الله سبحانه وتعالى، الله عطي واحد الملكه انه هو يعرض على راسه. كيعرض على راسه وكيحكم على راسه واش هذاك الشيء اللي مسجل في الدماغ ديالو، واش منين داز على المنقار داز كما هو. من بعد كتجي مرحله ديال التثبيت، يثبت هذيك الاغروله. ومن بعد اخر مرحله هي مرحله البلوره لا كريستاليزاسيون، انه صافي تمكن من الاغروده. وغالبا هاد المراحل كيمشيو معاه يعني شهرين حتى تقريبا حتى 8 شهور 9 شهور كيبدا في مرحلة البلوار. إلى رجعنا للطبيعة، لأن دائما الإخوان اللي يكونوا كنناقشوا في هذه المنهجية العلمية خاصنا دائما تكون الاستئناس مع ما يقع في الطبيعة. ملي كنرجعوا للطبيعة كنلقاو بأن أول طيور ديال الحصون كتخرج في شهر جوج فيفري، ياك السي مصطفى، شهر جوج شهر ثلاثة كيبداو نقولوا البطن الأول، الفريخة الأولى كتبدا ثلاثة شهر جوج شهر ثلاثة، جوج شهر جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. كل مرحلة تقريبا عندنا شهرين في لا ميموريزاسيون، عندنا واحد شهرين حتى 3 شهور في مرحلة التبجغيط الأول والتبجغيط الثاني، عندنا واحد شهر ولا شهرين في مرحلة التثبيت، واحد شهر ولا شهر ونصف في مرحلة البلوار. احنا عندنا 9 شهور كافية باش المقنين الحصون يدوز المراحل كما هو. ماذا تصادف شهر تسعود في الطبيعة؟ كتصادف الخريف، يعني ها هو هذا الطائر الولد، لأنه غيوصل للخريف ثلاث هذاك ديال التزاوج، غادي تكون الهجرة وغادي يبداو يتجمعوا المقنين، ما غيبقاوش يعيشوا في الراديين، غيتجمعوا اسراب وغادي يهاجروا وغادي يرجعوا العام المقبل. وتم فين كيبدا هذاك القرع اللي روى ذاك العام كيبدا يستعمل ذوك الاسلحه ديالو التغريديه في الطبيعه. فما يقول العلم غادي موازي مع ما يقع في الطبيعه. دونك هذا بعجاله استنتاج، هذو هما 4 المراحل
وكنا فصلنا فيهم مزيان في الحلقات اللي كنا درنا اللي أكيد. خصني تنبه لها المولود في الدراغون ستار. هذو هما المراحل أكيد. اللي كاينين في التطبيق. تمام. إذا هذا الحديث عن المراحل، باش نكون أنا نحط راسي في واحد المستمع اللي كيقلب على المعلومة باش يستفيد منها. فهنا ملي كنهضروا على المنهجية، وكنهضروا على استخدام العقل، وكنهضروا على العلم، هنا كناخذوا ان هذا الكلام اللي كنديروا باعتبار ديالي بان هناك 4 مراحل، وان هذه المراحل خصها كل مرحله تاخذ الحق ديالها من مده ديال شهور لاعتبارات علميه ماشي اعتبارات دمغيه. فهذا كيحيل اي واحد بدا كيخدم وهنا كنلقاو بانه كما قلتي ديك المراهقه ديال المولوع اللي كي خاصو يطلع الطير خصو يخرج الكلام. هذا ماشي هو، ماشي هذا ماشي هو الولاعة بين المعقوفتين. لا، إذا خصك تعيش دوك المراحل كاملة وتعيش أنت كذلك مع ذاك الطائر باش تقدر تقمص الشخصية ديالو. هنا رجعت لك الكلام اللي ذكرتي في البداية. الإخوان بين قوسين، حنا في هذه الحلقة ديال اليوم هي الحلقة الأولى اللي غتكون إن شاء الله، وماشي الحلقة الأخيرة مع السي مراد، لأن السي مراد عنده مجموعة ديال الأشياء اللي غادي نتحدثوا معاه فيها. فإن شاء الله غيكونوا حلقات اللي غادي نبداو دابا، بحال كنحطوا واحد الأرضية اللي غادي يكون فيها الحلقات اللي غيدوزوا كاملين إن شاء الله مرة، باش تفهمونا وتفهموا السياق اللي غادي نمشيو فيه. حتى اللي كانت شي أسئلة ولا شي حاجة خلال الأسبوع هذا غادي ناخذوها في هذا الاتجاه. نرجع للكلام ديالي اللي قلتها سي مراد، هو أنك ذكرتي واحد الكلمة في البداية، هو أنك واش حنا غنركزوا على المولوع اللي كيحفظ، ولا نركزوا على ذاك الطائر، نساو هذاك الطائر. اذا واش الطائر ما عنده خلفيات، ما عنده ميكانيزمات، ما عنده شعور؟ اذا كيفاش انايا كنجي كنفكر فقط انني صوبت واحد الكوبيه. وهنا غادي ناخذ تاني من كلامك اللي قلتي قبيله، هو ان اغلب الكوبيات، وهذا هو النقاش اللي كنا سناقشوه مع الناس بزاف، لا غتحط الكوبيه حطها بمنطق طائر ماشي بمنطقك انت. لذلك كتلقى بزاف ديال الاخوان تيحطوا شي كوبيه يعني هو طار باليه ودنه، ولكن واش هاد الكوبيه غادي يسمع هذاك الطائر ويقدر يديها؟ يعني واش درتي هاد الاعتبارات في راسك باش غنمكن ندير هاد الاعتبارات؟ اذا خصني واحد المنهجيه، خصني واحد الارضيه باش نعرف هاد المساله هذه. فهاد الباب سي مراد ممكن نزيدو نفصلو اكثر، هو الاشتغال على واحد الشريط اللي غادي نقر به بشكل عام، ما نهضروش على يعني التفصيل ديالو طبيعة الحال، حنا دائما هنا كنهضرو في المنهجية. الاشتغال على واحد الشريط اللي غنخدم به، وشنو هما الحوايج اللي خاص ينتبه لهم المولوع في هذا الباب هذا، يعني شنو هما الحوايج يعني الخصوصية ديال ذاك الطائر، واش الطائر ما عنده حتى شي حاجة، واش هذاك الشريط خاص يكونوا فيه شي أشياء عندها علاقة بهذاك الطائر، أو عندها علاقة أصلا بالمنهجيه ديال التغريب. اذا مجموعه ديال الاسئله اللي ربما كيطيح تحير فيها المولوع، وتمشي بدا يقلب على اي سي دي كما ذكرتي في مجموعه ديال الكلام ديالك، تيشوف سمع سي دي حط به واحد الطائر تيمشي يجيبو تيعاود يخدم به، ربما يعاود المنهجيه كل سنه وتعاود يخدم، وتبقى دائما ديك الدوامه تدور. لان بعض الاخوان تيعلقوا هنايا تيقول لك السبب هو البيع والشراء اللي تسبب في هذا المشكل هذا وغير ذلك. إذا حنا كنحاولوا أننا نعيدوا الاعتبار لهذا المجال هذا ونحطوه حسب المفهوم ديالنا بطبيعة الحال في السكة وبالمنهجية اللي خصها تكون. تفضل السي مرة. هو اخويا مصطفى، اخوان، هو صعيب باش نتكلموا على الشريط اللي كنخدموا به ونهضروا على شنو بغى الطائر، يعني في اطار الهوايه ديالنا، لان كاين واحد المساله. مثلا الطائر، وانا دائما كنرجع للطبيعه، باش هي كندير لها اسقاط على التعامل ديالي مع الطائر حتى في التغريب. فمثلا طائر اللي في الطبيعه بغى يعيط على واحد الطائر اخر مثلا بعيد عليه بواحد 20 متر، غادي يستعمل واحد الاغروده مثلا، واحد التعديل،
واش هذيك لانتونسيتي ولا حده ديال الصوت اللي استعملها باش يعيط ولا باش يجري على واحد الطائر على بعد 20 متر هي نفس الاغروده ولا نفس الحده ولا لانتونسيتي ديال الصوت هي اللي يستعمل اذا كان الطائر حدا. فاكيد لا، الاشكاليه اللي عندنا حنا وهذو غير تساؤلات، هذا لا يعني اننا هذاك الشيء اللي كنديرو باطل وما ما خدامش، لا خدام المعتقد ديالنا والهوايه ديالنا حاليا، ولكن لا يعير اي اعتبار للطائر. حنا كنجيو كنعطيو للطائر واحد الشريط مكون مثلا 30 دقيقه في تغاريد يعني مختلفه، ما هي منفرده وما هو تعادد، ما هو الزواق، ما هو التغريدات مركبه بأورودات النهايه مختلفه، يعني عند بالنا باننا اعطيناه جميع انواع التغاريد اللي يمكن ليه يستعملها اي طائر في الطبيعه، كنعطيوها ليه بنفس الحده. مثلا الاغروده التي تفيد مثلا الفرحه كنعطيوها ليه بنفس الحده مع الاغروده اللي تفيد الحرب. ذوقوني في هذه المساله، الطائر كائن حي، وهذا المقنين، المقنين ذكي جدا وكائن حي اللي عنده واحد الاحساس خطير، يحس بزاف. واش كتظنوا الاخوان انه هذا الطائر غادي يكون طائر سوي؟ لا، ما ندوي على الهاجين، الهاجين هو هاجين واحد الحاله بوحدو، وخصنا نهضروا عليه بوحدو، هذاك لا تنطبق عليه الامور اللي كتنطبق على الطريقة ديالو سلاله حصون سلاله حره، وهذاك هاجين هذاك باقي كنقولها، ربما راه الاخوان تفاعلنا جميعا في الفيسبوك، فهو طائر نصنعه تغريداه. فالحصون الحصون ما يمكنش خضعوا لمنهجية. ما يمكنش عنده منهجيه خاصه به، داكشي علاش هو يعتبر الهجين الميسو كيتعتبر اعتبرته بحال الكلامونيت. الكلامونيت الدور ديالها شنو هي؟ كتزير وسيم ولا دوزان كتعقد دوزان، ولكن ركز لي على الوظيفه ديال الكلامونيت. كلي امونيت فرنسا، الكلامونيت كتزير ولا كترخص؟ كتزير واحد البولون، البولون اللي هو طائر الحصون، ولا كترخصو؟ اللي كتسالي زيرتيه كتشد الكلامونيت وكتحطها، الا حطيتيها في واحد البلاصه اللي عرضه للهواء وداك الشيء غادي تصدم، اللي غتبغي تعاود تخدم بها ما غاديش تخدم، اذا هي ضاع. فهذه الوظيفه ديال الهجين، للاسف هذه الوظيفه ديالو في الهوايه ديالو. طائر الحسون الاشكاليه اللي كتطرح لينا الا هضرنا بالاورنيثولوجيه، انا دابا مالع ديال الحسون وبغينا نرتقي لواحد المستوى ديال الاورنيثولوجيه باش حتى المجتمع كله يشوف فينا باننا ناس كندرسوا التغريد. راه زعما صراحه انا استحي مثلا واحد عالم ديال الطيور نجي يهضر معاه ونهضر معاه بهذه الطريقه ديالنا حنايا ديال الهيوان نقدر، ولكن خصنا تكون عندنا وسائل كيفاش نتواصلوا اورنيثولوجيا خاصه في هذه الظرفيه. نعاود نبقى نقولها دائما لان مرحله مهمه في الهيوان، البلوغ خصو يستثمر في راسه، تكون واحد التنميه ذاتيه فيك انتايا بهذه المفاهيم هذه. ما نبقاوش نرجعوا اللوم على الهيئات ولا الجمعيات، حتى المولوع خاصو يبني راسو ويكون موجود، يكون موجود للمرحله اللي جايه، ماشي حنا رفات علينا القطار مصطفى، ولكن هذا الجيل اللي جاي يكونوا واجدين من الناحيه العلميه. فطائر الحصون مثلا عطيه 30 دقيقه في واحد الشريط، شريط اللي انت دخلتي البرنامج الصوتي وقاديتي الصوت كامل مساوي، ملي كتجي تشوفه كتكون انت فرحان كمولوع، فرحان الصوت مساوي. و شنو اللي لعب، شنو اللي كاين تما، ان انت اللي كاين في هذيك الحاله تما، انت بينتي لنا البراعه ديال التركيبه ديالك، انك واعر في التركيب وانك عندك التغاريد اللي هي واعره وقدرتي انك تساويها وغتعطيها للطائر. واين هو الطائر؟ فين هو الطائر من هذه المرحله؟ ما فكرناش فيه. السؤال المطروح، واش ما غاديش نخرجوا واحد الطائر اللي ماشي نورمال؟ طائر راه غيكبر، هذا كنهضر على المقنين، غيكبر سوف يستعمل التغريد كسلاح ديالو في الحياه، يعني خصو يستعمل
الطريقه كيفاش يؤدي هذاك هو الطائر، ملي كتعطيه واحد كتلزم عليه واحد الريبيرتوار، فهو يعني ما كي ملي كيوصل لواحد المرحله ديال الاوج ديالو وداك الشيء، كيكون عنده يعني الرصيد ديالو التغريدي كيكون يعني ما كيواكبش هذاك التطور ديالو الفيزيولوجي. هذا هو الاشكال اللي كيكون مع ما هو علمي وما هو ما هو ولاعي اخويا. المساله اللي تشكل استثناء هو في الودانيه. معايا سي مصطفى؟ قال لي بحال مشى لي وقت مع الاخوه اللي صوت واضح. بالنسبه للوداني، بالنسبه للودانيه كاين واحد القضيه اللي واضح، ما كاينش ديكالاج. لا كاين وقيله لا لا، ديكالاج الصوت واضح مزيان. غادي هو هذا، لا كنسمع مزيان، هو هذاك غادي الصوت. هي كمل كمل. بالنسبه للتغريد الوداني اخويا، بالنسبه للتغريد الوداني كاين واحد المساله تساعد اكثر. كاين مقاطع من كاين الناس اللي كيخدموا، ما كنهضرش على ما يقع الان، ولكن الناس اللي كانوا كيخدموا الودانيه دي واحد السنوات كانوا كيقوموا بتحفيظ مقاطع كامله من الطيور. يشدوا واحد لا سيكونس مثلا فيها 10 دقائق اللي كيتكلم فيها طائر وكيؤدي فيها اغرودات في حالات مختلفه بتركيب شرايط تمشي على اغروده مغروضة بورا، كيعتمد على اون سيكونس ديال ربع ساعة دقيق اللي فيها هدية، إما فرحان إما غصايل إما. هي حالك فهذيك ربما حالك. كتكون عندها واحد الفعالية أكثر بالنسبة للطائر الحصان في المستقبل من غادي يحصل. فهذا هو المنظور ديالي انا، ولا المنظور يعني المقاربه ما بين ما يقع هاد الان. الجملة تفضل اخر. واخ هاد الجملة الأخيرة، انك تسجل واحد المقطع اللي هو كنعتبره بحال نقولوا حاله، كتسجل حاله من الحالات اللي تيكون في هذاك الطائر، يعني كيغرد، هي حاله الطائر لما يغرد فهو في حاله، الحاله ديالو مهم حسب، لان ما عارفينش حنا شنو تيقول، لان منطق الطائر تعرفه غير سيدنا سليمان عليه السلام، وان هي حاله، الحاله اللي فيها هو تسجل كامله، اذا كتخلي الحاله كلها، الحالة كاملة كتسجلها كاملة، وبالتالي كتكون قريبة بكثير، مطابقة للكلام ديال كيسهل العملية ديال الحفظ، إضافة للكلام ديالك هو الإشارة. غدير سميتو هذاك الحكم الإسباني، نسيت على اسم شتي سميتو هذاك الحكم الإسباني اللي كان في أكادير، داماسو داماسو، ياس، هذاك داماسو الحكام كان طرح عليه هذا السؤال هذا، داماسو طرح عليه هذا السؤال، واخا عقل طرح عليه هذا السؤال، شي واحد طرح عليه السؤال قال لي يعني شنو هو الشريط اللي يكون، يعني شنو هو الشريط يعني الممتاز بهذا المفهوم هذا بين قوسين، قال لي هو الشريط اللي تيكون مأخوذ مقاطع من الطيور، يعني كتاخذ مقطع ديال الطائر هو نيت، يعني ما تصاوبوش انت مقاطع بدا تصايبهم، وانما خذ مقاطع ديال الطير اللي في تيقولوا وحطوا، اذا هذا راه في نفس يعني في نفس العمليه، وهنا كنهضروا على الحاله، يعني تكون طائر في واحد الحاله كتاخذ ليه واحد المقاطع ديالو اللي كتسهل عليك العمليه، وكما ذكرتي احد الكلام ديالك قلتي واخا يكون عندك طائر ريفولي راه فيه واحد المقطع اللي يقدر يفيدك في المستقبل وما تلقاش، لانه كيما قلت واحد أكيد الحاله غادي يحتاجها. دائما ونحن نتحدث عن المنهجيه العلميه، هنا السي مراد في هذا الباب كنقدموا واحد النوع ديال بحال واحد النوع ديال النصح، هو ان اي واحد بغى يشتغل في هذا المجال لابد انه خصو يمشي يتجه للبحث العلمي، خصوصا كما ذكرتي الشباب ديال اليوم
الحمد لله وسائل متوفرة. أنا كان أقل الزمن اللي كنت أنايا أبحث عن الحقيقة في مجال ديال التغريد، فكنت أش كندير؟ كنت ندير ديك كما قلتي ديك المرة ديك العلم الشفهي، يعني كتمشي كتقلب على كتمشي كتبقى تقلب كتبقى تقلب على شي واحد يقول لك شي معلومة باش تقدر انك تشد هذيك المعلومه وتخدم بها. ما عندكش فين تبحث عن المعلومه، ما عندكش فين تقلب على كتقلب انت على المعلومه، هذا تيقول لك معلومه، هذا تيقول لك معلومه، وانت غادي. لكن البحث العلمي كان صعيب بانك تدخل وتقلب وتلقى شي حاجه، وهذا الان اصبح متوفر بشكل كبير. واذا هنايا هذه مدعاة للبحث، وكل واحد بغى يشتغل على التغريد خاصو يشتغل بهذه المنهجيه هذه، باش يستطيع انه يقدر يشكل لنا واحد الموسوعه في هذا الباب هذا، ويقدر يكون عنده انخطاط ديالو او الاشتغال ديالو مطابق للتجربه اللي كيقوم بها. هناك اخ هشام بوعلان كيقول هل ممكن طرح سؤال؟ ممكن اسي بوعلان، تفضل تفضل. واش ممكن كاع سي مراد نطلعوا شي واحد اللي بغى يطرح شي سؤال؟ طيب مرحبا 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 مرحبا، الله يعاونك. نعم هذه الإشارة واخا سي هشام من الأبحاث اللي كان كاينة في انا ماشي قسم مشكل بغيت نطرح التغريد. سؤال مباشرة ماشي مشكل. تفضل سي مراد. واحد التعقيب مصطفى على الكلام اللي قلتي، في ميدان التغريد الأبحاث العلمية اللي كاينة راه دارت غير على واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الطيور، اللي هو البانسون والكناري والموندانا. هادو هما الثلاثة ديال الطيور اللي كانت لا باز والأساس ديال جميع الابحاث العلميه في علم التغريد. حنا عندنا واحد لافونتاج كبير، واحد الميزه كبيره، حنا الناس اللي كنخدموا ما كاين حتى ايتود حتى بحث في الخاص بطائر الحسون. الابحاث اللي كاين وداك الشيء اللي كنعرفوا على الصعيد ديالنا، تحكيم كوديغو، هذه كاسكابيل، هذه بليبلي، هذا. ولكن الابحاث العلميه ما كاين، عندك وعندنا شيء حنايا كهو الطائر الحسون عندنا واحد الرصيد كبير لاغناء هذه الابحاث هذه. خلاص إيشات تفضل. وحتى ما عندناش مثلا في المغرب ما كاينش هاد لابرونش لا تفضل. ديال الاورنيتولوجي، كنظن بان ما كايناش. ربما عندنا سي الحروز هو كاين الوحيد هو ربما كاين اللي عنده هاد. لا 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 كاينين لا لا كاينين دكاتره باحثين في مجال علم الطيور، غير هو الاشتغال ديالهم غالبا تيشتغلوا على لي زيتود ديال لي زوازو سوفاج، دوك زوازو ميغراتور، كومبورتمون ديال لي الطيور زوازو. المهاجره وكاين البحث والمشاكل في ديالها، التغريد، البحث في التغريد وهما مفيش. غالبا تخدموا على الاحصائيات، كيخدموا على المشاكل اللي يقدر يعاني منها، مساله ديال ملي تيكونوا دايرين لي سكال هنا او السيطان ديالو في شي بلد، او مثلا المشاكل اللي كيتعرض لها من خلال الممارسات ديال ديك البيئه اللي كيعيش فيها من طرف البشر، يعني السلوكيات البشريه اللي كتاثر على التواجد ديالو هذا. ولكن هذا المجال هذا صراحه هنا حنا خصنا نبرزو في هذا الباب، لاننا حنا اللي غادي نعطيو، الخدمة لان حنا نعم مجربين. وكما قال السيد الطبيب مجربين، نعم ولكن الان كنشوفوا بان المنهج الدراسه الجديده هو انه مجربين بابحاث، وهذا ماشي سهل، يعني ماشي داك الشيء ديال الدمغيات، لانه كما قلت لك انايا لما كنت ابحث عن الحقيقه مجال ديال التغريد، فكنت احيانا كان فيما تلقى شي واحد كما قلت لك كنت نطبق عليه ديك النظريه اللي تيقولوها الموالع، انك يقول لك تلاقيتي مع شي مولوع دير راسك اول مره تلاقيتي معاه واخر مره غتلاقى معاه، اذا خصك تاخذ منه اكبر عدد ديال المعلومات، وخاص تكون ذكي باش تاخذ منه المعلومات، وبالتالي كانت هذيك المعلومات اللي كتجمعها، اذا عاوتاني ملي كتجمع هذيك المعلومات خاصك عاوتاني كيفاش انت تشدها وتغربلها، كيفاش تغربلها، يعني عمليه ماشي سهله. اذا هنا غادي نجيو للحديث ديال المنهجيه، ملي تكون عندك منهجيه غتسهل لك عمليه التغريد، تاخذ كلام ديال هذا كلام ديال هذا او كلام ديال هذا، وديك بداية الساعه تمام. كتستطيع انك تدير منهجيه اللي تقدر تشتغل بها على واحد المجموعه ديال الاشياء. وكما ذكرت لك سابقا انا كنت سنسول هذا السؤال، كيسولوه كاع غادي يسولوا كاع اي مولع مبتدئ غادي يسول هذا. انا عندي الكلام، انا عندي واحد الطائر بغيت نحفظه، واش نطلق ليه الكلام من الصباح حتى الليل، واش نطلق ليه غير مره
واش نطلق ليه ليل ونهار 24 ساعه، كل واحد واش كيقول في التصور ديالك بطبيعه الحال تتصور الخبراء، لان ملي تكون مبتدئ اي واحد يقول لك جوج كلمات راه تعتبره خبير، واي واحد عليه الانظار يعتبر خبير. هذا حنا السؤال، عندنا هذا السؤال استنصاغه، الظاهره خطيره السؤال هذا ديال الطيور، طيب، دابا هذا كنعتمدوا السؤال بزاف على السمع في الحكم على بعض الاشخاص، ما كنمشيوش نخدموا دماغنا صافي فلان صافي كانه اللي قالها لك صافي، كنقولوا بحال داكشي ديال الميت امام غساله كما تيقولوا بعض المبتدئه. سي هشام مازال كنتسناك انك تبغى تطلع طرح سؤال يعني مباشر، مرحبا، سينو تكتب لنا السؤال. تفضل السي مورا لك الكلمه. القضيه ديال المده الزمنيه ديال الشريط، فما يمكنش شي واحد يجاوب عليها، لان الا جاوب عليك شي واحد وقال لك تمام ها انت سير دير لي من الساعه فلان في الحساب، فهذا انسان يعني ما عطاكش حل، بالعكس، لان كل مولو عنده لونفيرونمون ديالو اللي كيخدم فيه، وهو اللي يلزم اللي كيلزمو هذيك الساعات ديال الحفظ. مثلا واحد الدار مثلا اللي معرضه للطيور ديال برا، مثلا الجوج ولا الطيور اللي هي كنعتبروها التغاريد ديالها عيب، فهي كتلزم عليك واحد العدد معين ديال الساعات تعطيهم في النهار الطائر ديال. عاوتاني الاخوان اللي كيخدموا بالكاخونات عندهم الساعات ديالهم، عاوتاني الانسان اللي كيخدم عادي هذا عنده الساعات ديالو، فما يمكنش ما كايناش واحد مساله ستوندار اخويا مصطفى نقولوا بان، ولكن كاين جواب ديالو في الطبيعه. ما في الطبيعه اش كتقول لنا الطبيعه؟ أكيد كتقول لنا ها الوقيته اللي كيسكتوا فيها الطيارة كيقيلوا مثلا، هذيك راه اشاره انه مثلا ابتداء من مثلا من الثوره 11 ديال النهار حتى الثلاثه ديال العشيه، ملي كتمشي الطيور ديك الساعه مات ورجعت للبلاصه ديالها كتقيل كترتاح، كتسمعش التغريد يعني بواحد الطريقه اللي هو خارج فراغ، كترتاح التغريد كيكون الاوج ديالو خاصه في المساء العشيه ولا في الصباح، في الصباح يلاه كينوضوا الفراغ، عنده الدور انه يدير ليميتي التريتوار ديالو، وهذا انه كيأدي اغراضه قبل ما يمشي يبدا يسرح واحد البيريود، يعني هذا يعطينا واحد الاشاره بانه ما تطلق ليه الكلام النهار كامل هي، ولكن في هذيك الصباح وفي العشيه راه كل واحد في البيت ديالو في لونفيرونمون اللي كيحافظ فيه عنده حالة ديالو تمام خاصة. وعنده بيئة ديال الحفظ. نعم اسمح لي بعض الاخوان كيسولوا شي اسئله خارج اطار الموضوع ديالنا، فالاخوان اللي غادي يسالي اللايف ان شاء الله راه غادي نجاوبكم بالتعليق، اللي كيسولونا بحاجه ماشي اللي كنهضروا فيها انا غادي نجاوبكم في سميتو في التعليق ان شاء الله، ملي يسالي اللايف غادي نجاوبكم بالتعليق. سي بو علام شكرا لكم على هذه الحلقه، سؤالي الاخ مراد بخصوص التلقين، كيفيه التلقين بالنسبه للحسون، هل يجب تقديم الشريط بالكامل منذ البدايه ام يجب تقسيم الشريط؟ هذا تساؤل تطرح هو بزاف كنسمعوه بزاف، هو تيقول لك واش يعني غادي نبقى نعطيه كما كنقولوا كاين اللي تيقول لك زعما تيعتبروها، وهذا انا كنشوفه مقاربه غير سويه الى حد ما، وتيقول انه نديرو بحال التلميذ في الاول كنعطيه الحروف تبدا يحفظهم شويه عاد كنبقى نعطيه الجمل وهكذا. اسمح لي يا سمرة الياس دونتي ولا دومتي اخويا غادي نجاوب الخاص غير نساليو اللايف ديالنا راه قربنا نساليو وغادي نجاوبك ان شاء الله على ديك الاسئله ديالك. مرحبا اخويا، ولا صيفط ليا في الواتساب ديك هو النمره اللي في شوف الواتساب صيفط فيها وغادي نتجاوب معك ان شاء الله. اذا هو السؤال اسمح لي يا سي مراد، هاد الناس يبقى يقول زعما، اذا هو السؤال ديال السي هشام كيمشي في هذا الاتجاه، الكواش نعطيه الشريط كامل يبقى يحفظ فيه من الديبار، ولا يعني نديروا له كما تيقولوا البعض نقدموه له غير في اطار نعطيه غير الطلقات المنفرده وعاد من بعد نصوبوا ليه طلقاته، يعني يبقى غادي وكنطوروا معاه الشريط. هو السؤال اولا غير ماشي كومبلي، لان ضروري انه ملي نوضع هذا السؤال تقول لنا شنو المرحله اللي واصل فيها الطائر، واش باغي دير هذه المرحله على طول الخط واحد الشهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور، هذا مهم بزاف. ثانيا ملي كيكون عندك قناعه بانه الطائر كيحفظ في شهرين كيتميموريزا كل شيء، فهذا السؤال الطرح ديالو ربما
يعني ما عندوش واحد الا ما كنتي مقتنع، اما الا ما كنتيش مقتنع كاين واحد المساله اخرى اللي غيقول لك بان العلم كيقول بان شهرين كافيه لتخزين جميع الشرايط، ولكن هناك حالات ان طائر حتى وصل مثلا واحد الوقيته وعطيته واحد الاغروضه واحده اخرى وهزها. والمساله انا عشتها وجميع الاخوان كيعيشوها. فعلميا كاين ما يسمى بالتخزين المفتوح، لا ميموريزاسيون اوفيرت، والتخزين المغلق، لا ميموريزاسيون فيرمي. انه الطائر، وركزوا معايا الاخوان مزيان، لا ميموريزاسيون واش قلنا؟ بانه الشريط اللي عطيتيه شريط كامل مكمول، هو كيطبعه في الذاكره ديالو في شهرين، باقي صغير عنده دومو كيطبع الشريط. ما معنى طبع الشريط؟ لان كاين اللي يقول لي ولكن هذا تناقض، كيفاش هو قلت لنا طبع الشريط ولا عطيتي اغروضه من بعد 5 شهور ولا 6 شهور غادي يجيبها؟ هناك تناقض في مراد هذا الكلام اللي كتقول. لا، ليس هناك تناقض. علاش؟ لان اعطيتي مثلا اغروضه بليبلي اللي مكونه من ما يسمى بالاسبانيال جولد بيس بلي، انه هو كيفاش كيحط داك الشيء في لا ميموار ديالو؟ لان هذه راه دراسه ديال الدماغ ديال الطيور، يعني شويه دقيقه جدا. هو كي هذيك الجولد بيس ديال البلي كاينه في الدماغ ديالو منذ شهر، بمعنى ان دازت واحد كاين اللي عام كتعطيه اغروده وكيجي، الى دازت عام وسمع اغروده وجاب كون على يقين بان ديك الاغروده اللي جابها من بعد عام هذاك الجولد بيس ديالها المكونات ديالها موجوده عنده في الدماغ ديالو. فهو ماشي جاب اغروده جديده ولا حفظ هز ليا طلوق جديد، لا، راه المكونات ديال هذاك الاغروده مستوقيه في الدماغ ديالو. كاينة عنده هذه هي، هذا هو التفسير، هذا هو التفسير العلمي لهذه الظاهرة هذه. ف إذا إذا خلي لك غير غير نعطيك إضافة، اسمح لي سي مراد، إضافة في نفس، لأن في السؤال ديال بوعلام مازال في الكمالة ديالو، تيقول بأنه هل يجب اتباع نمط الطبيعة، يعني بحال نمط في التلقين، حيث أننا نجد أن الحصون يأخذ أنواع مختلفة من الطلقات من الحداد، الحسنية، الوطواط وغيرها من الطيور. الاخوان الوطواط هو البيترول بالنسبه للناس ديالنا، قنيطره نواحي. ومن هنا نطرح سؤال، هل يمكن تكوين شريط متقطع؟ اظن انه كتب منقطع ولكن تنظر بانه يقصد متقطع مع اختلاف الطلقات والاصوات، يعني نصوبوا فيه غير مثلا غير الطلقات ونخلفوهم في الاصوات، مش ممكن دير هذه العمليه؟ يعني هو على غير انا محاكاه هادشي الطبيعه، لانه في الطبيعه يمكن ما كاين حتى مشكل. انا ما دام انه المولوع على وعي بانه غير في شهرين غيمكن ليه يهز ليه الشريط ولا الاشرطه ولا المقاطع كلها اللي غيعطيه، فهذا يكفيني انا. انا ما يمكنش لي نقول لك واش غادي يهز، واش مزيان تعطيه هذه وما تعطيش هذه، كتبقى مساله اضواء. غير المهم في هذا السؤال هذا وانك تكون على بينه وانك بالك بانه في شهرين راه هز كل شيء، يعني حتى اختيار الشريط يتحرى واحد الشريط ولا نركب واحد الشريط اللي فيه واحد التنوع كبير ديال الاغروض جميع، وتكون عندك إلمام بالكلام ديال الحسون، ما هما لي جول بيس الحبات اللي كينطقهم الحسون التغاريد ديالو كاملين. والمسألة راه سهلة، انك مثلا تشوف جميع التغاريد اللي ممكن اللي كنتداولهم حنا في الهوايه واللي كنسمعهم في الطبيعه، وكتعرف لي جول بيس اللي كتكونوا من التغاريد. فالشريط ديالي خصو يكون مكون من جميع التغاريد، جميع هاد لي جول بيس اللي فيهم هاد التغاريد وكفى. ف صح، ما كيمكنش ليا الخوت نقول لشي واحد خدم بهاد الشريط ولا بهاد الريتم ولا بهاد الطائر ولا هذا، فهذا تبقى مسألة أذواق. ولكن اللي مهم عندي هو أن الإنسان يكون مقتنع بالمنهجية ديال التلقين، أنه بأنه في شهرين سوف يحفظ يطبع كل شيء في الدماغ ديالو، بأن هناك مرحلة أخرى اللي خصها الاحترام، حيت يجب احترام هذه المراحل، لأن لا ميموريزاسيون التخزين، وهذه ما خصهاش تفوتني باش نركز عليها. راه لو فيت أنك تبدل ليه المكان ديالو في مرحلة التخزين راه كيعاود يعاود معاك من الزيرو. لان كاين واحد المفهوم
واحد المفهوم ديال التوكير، ديال التوكير، كاين التوكير المكاني، انك ملي كتحطه في واحد المكان كيروى، هذاك ما يسمى اللي عطيته واحد التسميه هو التوكير المكاني، انه مطمئن وكيدير لو تيلوكاليزي، ريبير ديالو، تيدير لوكاليزاسيون. لوكاليزاسيون، كيروبيري، كيروبيري، وهذاك هذيك مرحله تسمى تكون ديك لا زون دو كونفور، مرحله الطمانينه ديالو، ولا منطقه الطمانينه اللي مهمه في التلقين. بزاف ديال الاخوان ما كيتنبوش هذه المساله. كاين في هذيك الشهرين الاولى ضروري كنقولوا داك لو جي، داك النهار الاول في التلقين اللي دخل، مثلا كدير الكاخون، دخلتي الكاخون داك النهار، اول نهار دخلتي الكاخون، اول نهار كيبدا عنده التوكير المكاني. التوكير المكاني الى مع الى بوجيتي فيه راه ضربتي كلشي في الزيرو، لان التوكير المكاني غادي مع الميموريزات، خصهم يمشيو بجوجو. اشنو كيوقع؟ هو وكر مكانيا البلاصه اللي فيها ومطمئن، لا ما بوجيتيش وما برزتيش، وحتى الطريقه كيفاش كتحط القفز، مثلا الا كنتي كديرو شرابه لداخل ولا من الغد، ما خصكش تقلب ليه الموازين ديالو في الوكر المكاني ديالو ديال الشهرين الاولى. هذه مهمه، لانه ما يمكنش انه يحفظ ليك في هذيك الشهرين الا ما حسش بالامان في هذيك البلاصه. ثانيا، ملي كي يضبط التوكير المكاني، اش كيولي اخويا مصطفى الاخوان واحد المفهوم اخر اللي هو التوكير التغريدي، كيبدا يوكر هو، خصو دابا كيبدا يقلب وكيبدا يخدم وكيبدا يموميريزي وكيبدا يكون الشخصيه ديالو تغريديا، ثم كيبدا يستقبل التغريد، يستقبل السينيو ديال التغريد، يتوكاو، يبدا يجغط وراه مطمئن في المكان ديالو، التوكير المكاني، وغادي وكيدير التوكير التغريدي، غادي وكيكتسب الأسلحة التغريدية اللي غادي تصاحبه في الحياة ديالو كاملة، من ديك شهرين حتى الممات ديالو، لأن طونسيون واحد المسألة علمية وضروري يتنبهوا لها الإخوة. التغريد كيتستوكا في الجهاز العصبي ديال الدماغ ديال المقنع. ثم تعرفوا واحد المسألة الخوت، بأن لا بالنسبة للإنسان ولا أي كائن حي، بأن لي سيلول ولا الخلايا ديال الدماغ هي الخلايا الوحيدة اللي ما كتجددش، واحد دوك هي الخلايا الوحيدة اللي كتزاد معاك من نهار الولادة ديالك وكتبقى معاك حتى الموت ديالك. الخلايا ديال الدماغ هي الوحيدة اللي كتشرف، بهذه العبارة، اللي كتشرف معانا، أما جميع الخلايا الأخرى ديال الجلد ولا ديال أي حاجة كتموت الخلايا العصبية. وكتجدد، إلا الخلايا ديال الدماغ، العصبية ديال الدماغ، بمعنى أن داك الشيء اللي تماما غادي تماما نحفظوه حنا في الأيام الأولى ديالو، في الشهرين الأولى، نعم سوف يرافقه الى الممات ديالنا. هنا كتجلى الجسامه ديال المهمه ديالنا حنا كهو، يعني هذا كائن حي خصنا نبداو ليه تمام هذه المراحل باحترافيه ونعطيوها القوام ديالها، واننا نعطيو واحد الماده خام من التغريد اللي ممكن انه يستعملها طول الحياه، نعم ففيها واحد الجانب علمي، نعم فيها واحد الجانب ذكرتي يعني ديال حيم. نعم، تفضل أخويا مصطفى. أكيد ذكرتي الخلايا العصبية، لأن الشيء قرينا احنا في السيونس هو أن جميع الخلايا يمكن تتغير كما ذكرتي إلا الخلية العصبية، والأسباب في أن الخلية العصبية ما كتغيرش ولا ما كتعوضش. واجي كيقول بعض المرات يبقى يضحك معاك شوية يقول شوف الخلية العصبية لماذا ما كتعوضش؟ رخي نفسك ما تبقاش تعصب على مش هذيك الخلية ما ترجعش ليك، لأن الخلية العصبية خلية طويلة تفضل. تنظن انا كنت بقيت نذكرنا فيها تقريبا شي جوج ديال الامتار، لانها تحتاج انها الخدمه ديالها فيها مجموعه ديال الاشياء، وبالتالي فالخليه العصبيه هي خليه كتعيش مع الانسان الى النهايه ديالو ولا مع الكائن، وهي خليه لا تعوض الى مشات. اذا هذا خص هو اعتبار تحدثت عليه. اذا كاين واحد السؤال ديال واحد الاخ، غادي نشوف السؤال ديال اشرف، وتتحدث على المساله ديال الفريكونس، تقول يعني شنو هي الفريكونس اللي ممكن اننا نخدموا عليها باش نقدروا نحاكيو نفس الصوت الحي. غادي تسمح لي تفضل سي مراد نخليك الكلمه. هي سمعتي هذه السؤال المسألة سي ديال لا مراد؟ فريكونس. وي سمعت، وهذا هذا 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 تفضل. هذا المبحث هذا راه كنت درت عليه واحد الحلقة خاصة بالصوت، للأسف ما كنتذكرش دابا بالضبط
يعني لا فريكونس اللي كنا تكلمنا عليها، لان عندها علاقه بهذاك المبحث العلمي، ان هناك واحد لانتونسيتي ولا واحد لا فريكونس ديال الصوت اللي ممكن انه يستقبل بها الطائر هذوك اللي سينيو من الشريط، يعني بأرياحية، وانه ما يكونش عنده مشكل في التلقين. وكاين واحد المساله اخرى، قبل ما ارجع لهذه النقطه، انه من خلال التلقين وما يقع في الطبيعه، كنعرفوا مثلا الطائر الكبير، الطائر الاب اللي كيحفظ ولاده في الطبيعه، فهو ماشي كيشدهم وكيدخلهم لواحد البيت وكيسد عليهم كيقول لهم اجي غنحفظك، فهو كيحفظ شي كاع داك الريبيرتوار اللي كنسموه حنا في الطبيعه ديال الطيور ما شاء الله، فهم حفظوهم مباشره وسط هذاك لونفيرونمون، هذيك لونفيرونمون ديال الاصوات. لان نرجع لواحد واحد اشاره دارها الاخ صابر الشتيوي، حنا ملي كنحفظوا الطيور ديالنا فكنديروا لهم واحد ليزولاسيون، واحد كنشدوهم كنحيدوا لهم العالم الخارجي كامل، يعني كنديروا لهم بهذه العباره، كنديروا لهم العدم الصوتي، العدم، وكيبدا يسمع غير الشريط وسط مثلا الكاخون ولا وسط الصندوق. فهذه المساله راه بالنسبه للطائر لا تستقيم، راه مساله غير طبيعيه، راه تشكل له واحد الخلل، واحد ما عرفناش الله اللي عالم به، انه ربما كتشكل لي واحد لا ديبريسيون، واحد ستريس، انه ربما طائر اللي انت كتحفظ فيه وتصور انت انه كائن حي كيسمع غير صوت واحد وما كاين والو، فلا شك انه يقدر يدخل في ديبريسيون، يخرج من ديبريسيون، يدخل في ديبريسيون، يعني هناك شيء ما ماشي هو هذا. كانت واحد المحاولة وكنت قمت بها انا نيت، حاولت نمزج ما بين شريط صوتي ديال التغريد ديال الكوبية، ودخلت فيه ميكسيت، درت واحد الميكساج مع صوت المياه في الطبيعة، نقدروا نمزجوها مع صوت الأشجار، صوت الرياح، صوت أي صوت غير ما يكونش صوت ديال التركيبة بوحدو. وهادشي صحيح، بس خاص بالناس اللي خاص طبعا، اسمح لي قبل ما نكمل نعم سي الجملة، مراد، راه خاص بالناس الاخ اللي كيخدموا. السؤال، لا تفضل. الكلام اللي كتهضر فيه باش يجي يجاوبك نعم على نفس السؤال، حيت الاخ الشتيوي طرح نفس السؤال في هذا الباب هذا، وانه نعم، الكوبيه اللي كنحفظوا بها ندخلوا معها اصوات. انا هذه المساله هذه بالنسبه للناس اللي يخدموا بالكاخو، ربما الى اقتنعوا بهذه المساله، ممكن تعطيهم، ممكن يجربوها، لان كل شيء بالتجريب، الانسان خصو يجرب. اما بالناس اللي كيخدموا في ظروف عاديه، مثلا في حالي انا كنخدم بطريقه عاديه، يعني الطائره كيسمع الزنقه، كيسمع الطوموبيلات، كيسمع الدراري كيلعبوا، كيسمع الكوزينه، الماء ديال الكوزينه، والشريط مطلوق، يعني حتى هو في راحه، راحه سمعيه، ماشي ما كايناش كما نقولوا واحد لا سيكيستراسيون، واحد العاده، ما كاينش فيه عاده. فكنظن بان الطيور، وهذه بالتجربه، ان الطيور اللي كيرواو من بعيد وهكا عادي، كيخرجوا حتى في الاداء ديالهم وفي التعبير ديالهم، كيخرجوا اقوى من الطيور اللي كتخدم في هذاك ليزولاسيون. ليزولاسيون يعني كديروا في واحد الكاخون وكتعطي واحد الصوت كتلزمو عليه. حاجه اخرى، مساله علميه اللي خصنا نتنبهوا ليها خويا مصطفى والاخوان، هو انه عند علاقة مباشرة مع الحفظ، مع لا ميموريزاسيون. الطائر الحسون عنده، والطيور عامة، إلى تزادت الحرارة ديال الدماغ ديالو، بالتالي ديال الخلايا العصبية ديالو، فكتأثر على الحفظ وعلى لا ميموريزاسيون. وعاود ثاني إلى هبطت الحرارة كتأثر عليه. فهل الظروف مثلا حنا اللي كنوفروا ليه من خلال التلقين ديالنا، واش كتساعدوا على الحفظ بشكل زعما اوبتيموم، يعني بواحد الطريقه اللي هي، هادو اسئله، تساؤلات اللي كنوضعوها، لان حنا كنحاولوا نشوفوا شنو كيقول العلم في مجال التغريد والاطومي ديال الفراخ، وما نقوم به من ممارسه حنايا في الهوايه ديالنا، كنلقاو واحد المفارقه كبيره. وكنتسائلوا، هذا سؤال مشروع على الاخوان، واش ما مفرطينش، واش هادشي اللي كنديرو ربما
هو السبب على اننا نرجعوا للسؤال الجوهري، على اننا ما كنخرجوش طيار بزاف في المغرب. كاينش طيار بزاف في المغرب بالمقارنه مع ما كي الفرق اللي كيدخلوا يحضوا. غايقول لي واحد لا راه كاين طير عند فلان وعند فلان وعند فلان. دابا الان نقدر نقولوا كاينين 50 كاينين 100 طير واعره في المغرب ديال المقنين، طير كنقولوا بين قوسين طيور جبابره، نقولوا كاينين 100 واتفقوا معايا اخوتي بنادم راه ما كاين الطيور اللي مع اللي واعر. واخا شحال دخلات من طير تحفر باش خرجوا هاد 100؟ واش هاد العدد معقول؟ دخلات 50,000 طائر حصون تحفر في المغرب في موسم 2021. احنا دابا في هاد المرحلة، واش هاديك 50,000 اللي دخلات تحفر شحال كاين منا دابا؟ تكون 100؟ تكون شحال 50؟ إذا من هذا المنظور يعني نحاول كتلة مهملة كتسمى. من إذا نحن هذه الجملة مؤلمة ولكن الواقع ديالنا خصنا نتقبلوه. حنا مفلسون في الهواية ديالنا، مفلسون على طول الخط، خاصنا إفلاس تام. تماما. إذا احنا هنا تقريبا أتونسيون في أتونسيون طبعا النهاية أختي ديال مصطفى أتونسيون، تفضل. لأن حنا دابا كنهضروا كعائلة ديال المال. هذه المسألة كنت نقولها، هذه المسألة كتشكل لنا واحد المشكل كبير مع الطائر الحسون ومع الظرفية الحالية. والفاهم يفهم. حاولوا تمام، واضحة مسألة. تسروا الكلام ديالي فين غادي، تمام، خصوصا لأن الأنظار كما ذكرتي أنظار دابا الاستثمارات. انظار علينا دابا، على و المواليع سي ديالنا. سي سي مراد، نعم سي مراد، ونحن نشرف على نهاية هذه الحلقة اللاتعة والممتعة من خلال الحديث ديالك اليوم. احنا حطينا أرضية حول النقاش اللي غادي تفتح لنا المستقبل. اكيد الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غتكون من هنا 15 يوم غتكون مع السي مراد كذلك، وتما غادي نبداو ندخلوا في التفاصيل ديال النقاش ديال حول الطرق ديال التلقين والشريط، وهلم جرى كل ما هو مرتبط بالمساله هذه، وغتجاوب على مجموعه ديال الاسئله. لكن واحد السؤال ديال خالد القاسمي جاوب عليه بعجاله، واش الحسون الماجور يعني في حاله بحال البارغه بالنسبه للحفل؟ تنظن هو ده سؤال. تفضل سي مراد دغيا باش ندوزو لان السؤال مطروح ليك. الحصان الماجور له نفس القابلية للتنقيم من الحصان الفاربة. وشو هو نهضر معك دائما علميا، نهضر معك مرحبا. علميا. علميا أي حصان يحفر، أي حصان في الكرة الأرضية يحفر. كانت هذيك المسألة أنه الحصان ديال البلاد كيحفظ أحسن من كما نقولوا الحصان البراني. وخا الحصون البراني ما عمر تحت لينا الفرصه اننا نحفظوه، كعوية. ولكن اي حصون على وجه على اي تمام، منطقه فهو يحفظ. ما فيش اشكال انه ما لأن هذيك الخاصية ديال نعم لأن هي خاصية ديال الحسون، هي خاصية الحب. حسون طائر مغرد وأب كي 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 فأي حسون أنه كيحفر. نعم، جميع سيقلد هذا. سي مراد، نجاوب على واحد الاخ بسرعه. الاخ سمير حسين، يا ريت اخي مصطفى تستضيف السي علي المرضي حتى يكتمل هذا البرنامج. مرحبا، عكس السي علي مليون المرضي راه شرف لي لانه يحضر معنا ان شاء الله في اللقاء الجاي. ممكن الحلقه الإشارة الجايه في يكون هو مصطفى، كذلك ضيف، ونكونوا جوج ديال الضيوف. احنا الدعوه هي لأن مفتوحه أنا مباشره للسي علي المرضي، مرحبا فيه يحضر معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الاخوان، نحن غادي ننهيو هذه الحلقه هذه. صراحه حديث ذو شجون، ما كرهناش نبقاو نذكروا الحديث في الولي عام، ما يساليش. ممكن نهضروا حتى الغدا في الصباح. ومراد ما شاء الله عليه، راه خصك تقيسه، لان دابا مراد شنو درنا ليه؟ مراد كان في سيدي الفيديوهات،
كانت هي جا على راسه، كانت هي دويها مع راسه، ما كي ابليكي حتى شي. دابا حنا اش كنديروا ليه؟ كنديروا ليه ديك لي زابيل باش نخليه يخرج كاع داك الشيء، بحال ديتي الكونكور دابا كنهيجوه باش يخرج لينا كاع داك الشيء اللي عنده. فان شاء الله الرحمن الرحيم الحلقه الجايه من الان احنا كندعيو السي علي المرضي مباشره انه يكون معنا حتى هو حاضر ان شاء الله باش يغني معنا حتى هو الحوار. احنا الهدف ديالنا اخوان باش يفهمونا مزيان عن طريق مع المدراء، غادي كاين اللي غادي يفهمنا من البدايه وكاين اللي غادي يحتاج الوقت، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تبان النتائج ديال هذا البرنامج، غتبان ان شاء الله في المستقبل اننا نشتغل على تاسيس منهجيه علميه. علاش؟ لاننا رجعنا من السؤال الاول اللي طرحناه في البدايه حول عدد ديال الطيور اللي كتدخل، فين كتمشي؟ علاش ما كتخرجش؟ احنا رجعنا في النهايه نفس السؤال، وهذا كما ذكرت السي مراد، وهذا غادي نلقاو حتى في الطيور الاخرى، وغنهضروا على التفريغ الحسون، غنجيبوا ناس متخصصين بهذا الباب، وغنهضروا على الظاهره ديال التفريغ الحسون حتى شنو فيها، وغنهضروا على الشيء ديال اللي كاناري كولور بوستير شنو المشاكل اللي كيعانيو منها، وفينا هي هاد الطيور اللي كتدخل كل عام، فين كتمشي، فين كاين الاشكال. المشكل دائما سنجده في المنهجيه وفي العلم. اندورا اندورا نلقاو راسنا نفس 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 المشكل. الاخوان تشكروكم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى التتبع ديالكم لهذا اللقاء، وتبارك الله سي حامد الفلوطه راه كذلك غادي يروح حلقات على الفلوطه، لانه كذا كل شيء هذا البرنامج هو مفتوح للجميع. الهدف منه هو اننا ناسسوا واحد البرنامج، وراه كما كنت ناقشت مع السي مراد انا كنت نشتغل على هذا البرنامج بانه يكون برنامج اذاعي، نتمنوا ان تنجح لنا هذا المشروع هذا باش نديفيزيو مزيان هذا الشيء ديالنا حنا، وخصنا نسوقوا ليه اكثر، لان راه عندنا مشكل ديال التسويق، راه حتى واحد ما تيعرفنا، واللي كيعرفنا صحاب فريخات. راه كنت ندخل بعد مره لشي مؤسسه فحنا ملي كنظموا ذاك المهرجان ديال الطيور راه كندخلوا تقريبا مجموعه كثيره ديال المؤسسات، وكندخلوا على مجموعه ديال الشخصيات، راه كاين اللي كيسمينا صحاب فريخات، كاين اللي كيسمينا صحاب الجوش، كاين اللي حتى كيشوف ديك الطيور وكيسمع داك الشيء اللي كنعاودوا ليه عاد تتفاجئ بان العالم راه ماشي عالم سهل وبسيط. الناس راه كتخدم وكتدير واحد المجهود، وراه كدير راه الناس كتحاول تفهم الطير اش بغى يقول. هذا راه مساله راه ليست بالسهله، لان هذا راه مساله ماشي سهل. اذا حنا هذا هو المنهج اللي بغينا نشتغلوا عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فهذا البرنامج هو برنامج للجميع، ماشي ديال الكوك، ماشي ديال مصطفى البوشي، ماشي ديال شي فلان ولا علان ولا ديال مراد. هذا برنامج لاي واحد تيشوف راسو بانه يقدر يقدم شي حاجه في هذا الاطار هذا، فمرحبا به، مرحب به 100%. الاخوان اللي كيتبعوا معنا، اذا عندكم شي ضيف كما طرح الاخ دابا الضيف اللي طرح لنا السي علي المرضي، اللي هو ماشي غير ضيف، السي المرضي راه صديق وعزيز علينا بزاف، وان شاء الله الرحمن الرحيم راه دابا معروض الحلقه الجايه ان شاء الله من هنا 15 يوم غيكون هو اخ مراد اللي غادي يتحدثوا بجوجهم، اللي غيطرح عليهم بجوج من الاسئله ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغيكون برنامج حواري ان شاء الله يكون ليكون شيق. الاخوان اللي متبعين معنا حاولوا تصيفطوا لنا في الواتساب الاقتراحات ديالكم، الاسئله ديالكم حول الضيوف اللي بغيتوا، راه غادي نحاولوا نستضيفوا كذلك دوك الاساتذه الباحثين في علم الطيور، راه غادي نبداو واحد المجهود لان احنا محتاجين كما ذكر السي مراد، وهذه نقطه مهمه وبها ساختم، احنا في الظرف الراهن محتاجين العمليه ديال التسويق تكون بالشكل اللي خصهم يعرفون على الوجه اللي ما تعرفوش علينا الجهه الاخرى. الشيء الثاني تذكروا مراد قراوا ما بين السطور ديال الاخ مراد، قال لك كندخلوا واحد العدد كثير ديال الطيور، فين كتمشي كنضيعوها، علاش غنبقاو ندخلوا عدد كثير ديال الطيور؟ احنا محتاجين اننا نخدموا على هذا الباب هذا، وهذا ما نتقاتلوا خصنا نجيبوها، لان محتاجين اننا نحافظوا على الطبيعه ونشتغلوا مع هذا الباب هذا. اذا احنا محتاجين هذه قراءه ديال ما بين السطور، اذا راه تيقول لك ذوقني، هذا هو المعنى اللي كيهضر عليه السي مراد، هو اننا خصنا نشتغلوا، لان لو ولات عندنا المنهجيه وبغينا نضبطوها فاحنا غادي نحاولوا حتى الطبيعه غادي نتكيسوا عليها، وبالعكس ربما احنا نساهموا كذلك في الطبيعه هذه، ونساهموا في الحفاظ على هذا الطائر من خلال اننا تكون المنهجيه ديالنا صادقه، وتكون المنهجيه ديالنا مستقيمه، وتكون المنهجيه ديالنا علميه. السي براد ديما كيجي معطل، خاصنا نحيدوا ليه الخدمات
جيت الله خرعتي بدا يطلع علينا هنايا. اذا مرحبا بسي برادا، ومرحبا بالاخوان كاملين، وتبارك الله على السي علي المرضي اللي تتفاعل معنا، والاخوان كاملين اللي تتفاعل معنا، سي اشراف، هشام وعلام، الاخ مزوقه طرح هو بعض الحاج الاشياء، السي اسماعيل، مجموعه من الاخوان اللي كنشوف انا التفاعل ديالهم. تشكركم بزاف، حاولوا ننجحوا هذا البرنامج هذا من خلال المشاركات ديالكم، من خلال التفاعل ديالكم، وتبارك الله عليكم، ونضرب لكم موعد ان شاء الله الرحمن الرحيم الاربعاء الجاي ان شاء الله من بعد 15 يومين، وغادي نعلنوا عليه ان شاء الله في القريب العاجل. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تبارك الله يا سي مراد، تحياتي سي مراد، نشكرك، تبارك الله يا سي مراد، تحياتي، الله يعاونك.